محمد التلاتيني مصور صحفي من مدينة غزة. ممكن تقول لنا بقى ايه فعليا اليوم نقابة الصحفيين المصريين استدعتنا عشان نعمل معرض ومؤتمر نحكي فيه عن معاناتنا في مدينة غزة. انا حابب احكي شوية عن معاناة الصحفيين بالاخص في مدينة غزة حاليا. اصدقائي وزملائي الصحفيين المتواجدين في مدينة غزة بيعانوا بشكل كبير من اثناء تغطيتهم الصحفية من خوفهم من القصف المباشر والمتعمد، من معاناتهم من انقطاع الانترنت بشكل كبير، من انقطاع الكهرباء، من عدم توفر مكاتب صحفية للعمل فيها. الآن أصدقاء زملائي جميعهم بيشتغلوا في داخل خيم، لما يقوموا بإرسال موادهم بنتقلوا من مكان لمكان، صعوبة في تغطية الأحداث حالية، أحداث كثيرة بتصير في مدينة غزة. عامل إزاي مع الحل المواجهة الأزمات دي؟ انقطاع الكهرباء، انقطاع النت. إحنا كصحفيين كنا لازم نتعامل مع الموضوع بشكل وقتي. لما يتم انقطاع الانترنت مثلا، احنا نكون متواجدين في مستشفى ناصر الطبي في مدينه خان يونس، لما كان يتم انقطاع الانترنت ندور على وسيله ثانيه اخرى، ممكن نروح اي مكان بجوار المستشفى. كنا مثلا انا ممكن مرات اروح على سوبر ماركت جنب المستشفى ابعت منه شغلي. لازم انا شغلي يوصل بشكل سريع، في نفس الوقت لازم الخبر ينزل معاه الصور، الاحداث تكون متواكبه، لانه الحدث اللي حيخلص حيبدا حدث جديد وراه مباشره. القصف كان مستمر، الاباده كانت مستمره، الحرب ما زالت مستمره، وخاصه على مدينه رفح في الوقت الحالي الحرب مستمره بشكل كبير وبشكل شرس. الاباده مش راضيه تخلص عن مدينه رفح، ونامل من الله انه يتم حل هذا الوضع والامور تتخلص، وأهالينا يطلعوا من الحرب هذه، وأصدقائنا وزملائنا يطلعوا من الحرب هذه سالمين غانمين إن شاء الله. إيه أصعب المواقف اللي أنت مريت بيها وأصعب الصور اللي أنت صورتها؟ أصعب المواقف كانت لما استشهد زملائي الصحفيين معايا موجودين، كانوا في نفس الخيمة، كانوا زملائي مستعدين يطلعوا على مهمة صحفية تغطية حدث صحفي صار. الحدث هذا كان عبارة عن مجزرة فيها 17 شهيد. زملائي راحوا على الحدث، أنا كنت موجود معاهم في نفس السيارة، بس صار معايا ظرف انه انا نزلت من السيارة نفسها وهم متوجهين على الحدث غطوه، واثناء خروجهم من الحدث تم استهداف السيارة فيها اصدقائي هدول اللي انا كنت موجود معاهم، بس حلفني الحظ ان انا اضلني عايش. اصدقائي الله يرحمهم مصطفى سرية، حمزة الدحدوح ابن استاذ نوائل الدحدوح الله يرحمهم، هم استشهدوا. هذا كان من اصعب الاحداث عندي، كانت من افضل من اقوى الصور اللي انا اخذتها، صور مجزرة لعائلة. الصور ممكن نحكي افضل الصور من هنا، كان من اقوى الصور اللي انا اخذتها، ومن اكثر الصور اللي انا حزنت كثير كانت صوره الام هذه. هذه ام فلسطينيه، زوجها استشهد في شهر اكتوبر اول ايام الحرب، بعد كده هي انجبت طفلين، صار عمر الطفلين 4 شهور. بعد 4 شهور من الحرب، اتذكر في شهر مارس او شهر ابريل، استشهدوا الطفلين في غاره اسرائيليه. الامرأة هذه فقدت زوجها بداية الحرب، فقدت أطفالها في وسط الحرب، وحالياً هي عايشة وحيدة، والله يكون بعونها. يعني رسالتك الأخيرة للشعب الفلسطيني والمصري؟ رسالتي للشعب المصري شكراً كتير للشعب المصري، أول إشي على استضافته للفلسطينيين بشكل عام، وشكراً لنقابة الصحفيين اللي استضافتنا وخلتنا نحكي عن معاناة بلدنا فلسطين بالأخص مدينة غزة. رسالتي للعالم بشكل عام، العالم الحر، يتطلع بنظرة الشفقة على مدينة غزة. مدينة غزة تتعرض لإبادة جماعية، ما في أصوات تعلى تحكي إنه يتم وقف الحرب. إحنا متأملين من الشعب المصري عامة ومن دول العربية إنه يشوفوا حل في وقف هذه الإبادة.